الفقرة التانية معايا فيها زميلي وصديقي العزيز أحمد خيري، اللي كان وش ساعد على المنتخب المغربي من ناحية، ومن ناحية تانية الراجل بحضر شوية شغل عن ميسي عالمي بصراحة، بقاله فيه يومين شغال عليهم يعني. فأنا متلهف شوقا أشوف خيري بحضر إيه عن ميسي في هذه الحلقة. مساء الخير يا فندم. مساء الفل عليك. وتخيل بقى لما أنا اللي حضر عن ميسي، شفت بقى الدنيا، شفت المأساة، حاجة صعبة جدا. شفت الدنيا هنعمل إيه بقى؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله كله كويس؟ تمام. من جمهور ميسي أنت أصلا يا خيري؟ لا خالص، ما أنت عارف كريستيانو. كريستيانو طبعا أنا أقدر ميسي، يعني لازم أقدر ميسي، ما ينفعش إن أنت يعني تقلل لحظة تبقى إنسان مش سوي. طبعا ده مرحلة في دور ال 16 وال 8 وال 4، ما كنتش عايز ميسي في النهائي؟ أنا ما تعاطفتش معاه غير في المباراة النهائية لما لقيت بقى الحملة الجماهيرية العالمية الكوكبية اللي كانت على ليونيل ميسي. يعني أنت شبه البرازيليين اللي شجعوا ميسي؟ يعني في الآخر ممكن، لا ما شجعتوش، تعاطفت معاه. تعاطفت. يعني ما زعلتش إن هو خد الكأس، لأنه بصراحة يستحق بعد المسيرة دي كلها. وبعدين بما إن أنت كنت بتشبه القصة بالأفلام وفيلم الحريف وميسي ومبابي، فحتى مشهد النهاية بالنسبة ليونيل ميسي حاجة كده شبه بالنسبة لي. عارف طبعا مسرحية سيدتي جميلة رائعة الكاتب الراحل بهجت قمر، لما كان فؤاد المهندس تعب من كتر ما بيعلم شويكار، وحتى كانت عن مقتبسة عن رواية اسمها ترويض النمرة أو ترويض الشرس حاجة كده يعني. فهو تعب من كتر ما كان بيحاول يعلمها ويروضها علشان تبقى تقابل بقى الأوساط الراقية والقصص دي، وفي الآخر لما زهق خالص قال لها امشي خلاص أنا فشلت، أنا بعترف إن أنا فشلت. فهي لما حست إنه خلاص إن هي بتخسره، ففجأة راحت قالت كل المونولوج. قالت كل المونولوج اللي هي كانت حافظة منه، ويعني فاجئته إن هي متعلمة كل حاجة. ففجأة خلاص لو فهي نفس المشهد كاس العالم، فضلت عنده مره واثنين وثلاثه لحد ما هو خلاص قال لك انا هعتذر انا همشي. فتحس ان هي كاس العالم ما رضيتش بقى تزعله، لا خلاص بقى ده ماشي، فيعني خلاص ياخد لازم فلازم. فنفس يتكافر. المشهد نفس السيناريو، حبكه دراميه اللي حصل في نهائي المونديال، ولا اجدعها سيناريست ولا اجدعها مخرج ممكن يكتب التفاصيل دي. ما كانت ممكن تخلص 2-0، انت لحد الدقيقه 70 ممكن ترام يحط الكره في الاخر وكله يخلص برضه، بس لا يعني هي رايحه جايه، انت لحد 2-0 فرنسا ما شطتش كوره على الجون يا راجل. فانت خلاص يعني المفروض ان هي رايحه والناس كلها بتتاهب ان هم هيحتفلوا، وراجل خرج دي ماريا عشان يرتاح علشان يحتفل، وفجاه تتقلب 2-2 فترجع تاني 3-2 تقول بس ده سيناريو 86 خلاص. والراجل جاب الجون ميسي وتمام، فيرجع تاني يتعادل امبابي فنروح لضربات الجزاء. فكل اللي حصل ده سيناريو عالمي، هو يستحقه يعني، بدون هو خدينا طيب. يعني يستحق. فملحمه حب ميسي، شفت ايه من المشاهد اللي كان بالنسبه لك مبهر ويختلف عن بقيه المشاهد؟ انا ما شفتش اجماع او حب او تضامن يعني بهذا الشكل. يلا بينا. من اول زملائه، بعد كده نقول ايه، نساء في حياته، نساء في حياته، نساء في حياته بس ما تفهمهاش غلط يعني. ماشي. هنروح لها وهنقول لك. يلا. بعد كده منافسي القاره، كذا حاجه. نبدا مع زملائه طبعا. اول حاجه طبعا كان كون أجويرو، زميله في الطفولة وزميله في مراحل المنتخب، صحيح، واللي هما الاثنين حاولوا ان هما يبقوا مع بعض في فريق واحد، فقام ده راح برشلونة قام ده راح باريس سان جيرمان. أجويرو كان مصمم ان هو يكون متواجد في معسكر المنتخب الأرجنتيني في الدوحة، وكان الأمر مرفوض لدرجة ان ميسي تدخل واتكلم مع ليونيل سكالوني وطلب منه ان هو يكون موجود، لان ده هيكون داعم وحافز للفريق بشكل عام، وده كان قائد واوا الى اخره. فالراجل في النهايه تمت الموافقه على ان هو يكون موجود، وفي النهايه طبعا طلع انه كان موجود في ليله الماتش مع اللعيبه، كان موجود في انما هو كان موجود في الدوحه في فتره المونديال، وهو حتى كان بيسلمه جائزه رجل المباراه في المباراه اللي قبليها تقريبا. صح. او مباراه دور الثمانيه. لكن في ليله المباراه كان موجود، ده بطلب من ميسي لليونيل سكالوني علشان خاطر يبقى موجود معاه كنوع من الحافز. وفي النهايه طلع كمان على المنصة التتويج وشال الكاس، ولا كانه لاعب من ضمن اللاعبين اللي كانوا موجودين في قائمه المنتخب. مفهوم. نخش بعد كده على ديبول، رودريجو ديبول، الراجل ده العراف بتاع منتخب الارجنتين، بادي جارد ميسي قبل كوبا امريكا كمان. كان كلم متوقع ان احنا هناخد بطوله كوبا امريكا، وقال الكلام ده في اكتر من لقاء. بعد كده الورقه اللي انت شايفها دي كتبها، بص، بتاريخ 18/9/22، يعني بتتكلم من 3 شهور قبل البطوله، وكتبها وخلاها عنده وراح بيها لميسي في اوضته في الفندق ليله ماتش السعوديه، ليله ماتش السعوديه. حلو. السعوديه خسرته، سوري السعوديه كسبت، الارجنتين خسرت يعني. والورقه دي كانت فيها ان انا رودريجو ديبول 18/9 انا بقول ان احنا هنكون ابطال كاس العالم، ووريها له وسابها له في الاوضه، حتى بعد الخساره قال له ما تقلقش احنا برضو هنكسب الكاس. فده طبعا اصرار غير طبيعي على فكره ان الراجل ده لازم ياخد الكاس، وان هو تدي له الورقه دي. وبعد كده زوج اخته كان موجود في المدرجات في يوم النهائي وصور الورقه زي ما انت شايف بالظبط كده.
تخش بعد كده على مارتينيز الحارس طبعا، اللقطه اللي هي بتاعت كل مونيدي اللي هي ما تقدرش تتكلم. تصريحات ايماليانو مارتينيز كانت معروفه من 2020 بالمناسبه، التصريحات دي لما قال انا مستعد ان انا اضحي بحياتي من اجل ان ميسي يشيل كاس العالم، وطبعا ليه قصه هو رخر قصه كفاح كبيره جدا. فده نماذج بسيطه من الحاله اللي كانت موجوده جوه قائمه منتخب الارجنتين علشان خاطر ميسي. طيب نسقف في حياته بقى، تخش نسقف في حياته مين يا فندم؟ تحب انت الحاجات دي مين يا فندم؟ طب تعالى نشوف الاول اللقطه اللي الناس كلها اتكلمت عنها. يلا لقطه ميسي وهو بيحتضن قيل انها والدته. ممكن نشوفها لو هي معانا وارجع اقول لك على المفاجاه. يلا تعالى نشوف اللقطه، هتودي الراجل في داهيه يا خير. يلا نشوف. بتجهز؟ طيب على ما تجهز. طيب لحد هي هي اللقطه دي عموما، لو معانا الفيديو بتاعها ماشي، بس عموما الناس كلها شافتها. هو كان رايح لمنصة التتويج وفجأة في واحدة جريت وخبطت عليه بسرعة، شافها انبهر أو انفاجئ فقرر أنه يحضنها الحضن الحميم قوي ده. فالناس كلها خدت الوسائل الإعلام العربية والعالمية أغلبها قالت أن دي والدته وأنه بيحتفل معاها. يعني ما طلعتش والدته، ما طلعتش مامته، تخيل والله العظيم. يعني احنا هنعدل على وسائل الإعلام العربية والعالمية. شفت شفت، دي مفاجأة بقى، دي مش والدته، دي الشيف المصاحبة للمعسكر منتخب الارجنتين واللي معاهم تقريبا بقى لها اكتر من 3 سنين، اسمها انطونيا فارياس. علاقتها اهي، علاقتها بميسي بس علاقه ام يعني بابنها، وحب مش طبيعي. ده غير طبعا انت عارف ان ميسي كان زمان مشكله الجانب الغذائي عنده ما كانتش احسن حاجه، فلما ابتدى ينظم الدنيا بقى الامور بقت افضل بالنسبه له. الكلام ده مشي عليه في برشلونه، دي اللي ساعدته في منتخب الارجنتين ان هو يمشي على نظام غذائي. ومش بس كده، عارف برضو الام اللي هو ايه، تعمل وجبه فري مره بيتزا مره بطاطس. هنا مثلا كانوا بيحتفلوا قبل الكوبا امريكا بعيد ميلاد احد لاعبي منتخب الارجنتين، فعمل التورته، بس الامور بشكل هيلسي وبنسب معينه بحيث ان هي تبقى ماشيه على الوتيره اللي بيها ما يتاثرش ليونيل ميسي. وفي نفس الوقت طبعا ايه، هو الراجل بيحب الاكل فكان فرحان بيها بس جدا. بس ارجع كده احمد للصوره اللي قبلها، يعني برضو المشهد غريب اللي هو بتاعت اللي كانت في المباراه هي نفسها. لو معانا اللقطه، انا نفسي لو لقطه جاهزه نتفرج عليها. نرجع معقول لقطه الفيديو نفسها؟ يعني معقول دي هي دي؟ والله هي ليه معايا صوره والدته، تعال نشوف صوره والدته في نفس المباراه في نفس الملعب عشان نقارن. هي دي والدته، كانت لابسه حاجه تيشيرت تاني هي خالص. اقرب لوالدته يعني بالشكل، الشعر الاصفر اقرب. لا لا دي والدته يعني تمام. وفي صوره ثانيه هي لوالدته بعد ما خد الكاس. مش معقوله تكون غيرت حكم الطول بقى، يعني نجيب بقى الصوره ثاني. خلينا نقارن. دي حلوه. لا وغير حكم الطول، التيشيرت يا محمد، هل تقنعني ان هي لابسه الاساسي بعدين غيرت مثلا ولبست الاوي؟ صحيح صحيح، استحاله يعني في اجواء المباراه. فدي والدته ودي الشيف. حلوه خيري دي. فدي لقطه ثانيه، ناس وسائل الاعلام كثيره جدا اتكلمت عن دي والدته خلاص. يعني يعني سلمت وامنت ان حضن يعني تمام. في حميميه زي والدته، ماشيه زي والدته. طبعا زوجته طبعا قصة الرومانسية والحب العظيمة أنتونيلا، الصورة اللي تناقلتها كل الوسائل الإعلام بلس بقى كمان الفيسبوك، أنت عارف بقى وقصص الحب، وشوفي هو بيحبها من هو عنده كام سنة، وأنت عارف بقى البوستات الجميلة بتاعت حقوق المرأة، جميلة طبعا وكل حاجة ما نختلفش معاها أبدا بدون نقاش. زود على كده كمان مدرسته اللي ظهرت فجأة في الصورة، مونيكا دومينا دي عندها خلاص ما يقرب من 70-80 سنه. كل لقاءات وسائل الاعلام الارجنتينيه اتكلمت معاها، هو لو يعني لو ما خانتنيش عيني هو يا اخر واحد هنا يا قبل اول صف تحت، اللي هو اخر واحد خالص ده، يا اما اللي قبل الاخير هناك اللي هو في اول صف تحت الجسم. ماشي ماشي، يا ده يا ده، بس ما اتضحتش قوي يعني الصوره. طلعت في وسائل الاعلام لان هي عملت تويت، عملت جواب زي جواب عاطفي، جواب غرامي كده ليونيل ميسي، ان انا بشكرك على كل لحظه من لحظات السعاده اللي انت اهديتها لنا. ده الجواب، جواب بخط الايد، حاجه كده اللي هو ايه، بدائيه جميله جدا من الجوابات بتاعت زمان. وانها سعيده جدا بكل اللحظات اللي عملها في حياته علشان خاطر الشعب الارجنتيني، وان هي سعيده ان هي كانت اول واحده علمته في المدرسه، وقد ايه انت كنت طيب وعطوف وحنون في وقت المدرسه، وقد ايه انت كنت شخص جميل وشخص قيادي وبتنزل تلعب الكوره في الفسحه والى اخره، وان هي نفسها تحضنه قبل ما تتوفى لان هي بتعاني من مرض في القلب وهي خلاص في ايامها الاخيره. وان واحد من زملاء ميسي حاول قدر الامكان ان هو يعني يخليها تقابله في فتره ما قبل المونديال، وهي اللي رفضت، قالت له بس يركز في المونديال ويجيب كاس العالم. بعد كده انا اتمنى منه ان هو يجي بس يسلم عليا ويحضن الحضن الاخير قبل ما اموت، لان انا خلاص يعني عندي مرض في القلب والى اخره. بص لقطات في طبعاً. قدر طب دول حبايبه، فلك ان تتخيل منافسيه. شفنا في الانترو عربات يعني البرازيل ديشان طبعا، ديشان اتكلم عن القصه دي. طيب في فرنسا في محطة محطة مترو اسمها الأرجنتين، دي المحطة الوحيدة، هي دي المحطة الوحيدة في مترو باريس اللي باسم دولة.
لان كان ناتج عن بروتوكول ثقافي ما بين وزاره الثقافه الفرنسيه ووزاره الثقافه الارجنتينيه، فتعمل المحطه وكان فيها بعض المعالم الثقافيه بتاعه الارجنتين، لدرجه ان هم حتى وزاره الخارجيه الارجنتينيه هي نفسها اللي جددت المحطه دي في 2011. حلو. المشكله بقى في مباراه زي مباراه الارجنتين وفرنسا، فبيبقى في بقى ايه انقسام في الشعب الفرنسي، في اللي بيشجعوا طبعا فرنسا وده امر طبيعي، وفي اللي بيبقوا متعاطفين مع الارجنتين، فبيضطروا يعملوا ايه، يغيروا اسم المحطه. فاكر ايام، يا نهار ابيض، فاكر ايام الثوره ده يوم الماتش مبارك وشو قبل المباراه خلاص بقى، ما انت هتلعب مين، هتلعب ارجنتين في الفاينل. فبص نفس اليافطه بس اتغيرت، خليها قليل بلو وتحت بلو وفي وبعد ارجنتين فرنسا، يعني بص اللي هو ايه فاهم يعني، وبعد الماتش ترجع تاني زي ما هي. وبص في صوره تانية برضو هتلاقيها، في صوره تانية ارجنتين فرنسا نفس اليافطه، ده الاسم الطبيعي بتاعها. وده بتتغير اثناء المونديال. حتى بص هنا فاينل دو لكوب دو موند دو فوتبول 2022. الكلام ده حصل برضو قبل مباراه دور ال 16 في مونديال روسيا 2018، وده كانت البدايه، يعني كانت بدايه الشرف في القصه دي لما اتقابلوا في دور ال 16. ومفيش دوله ليها اسم، مفيش اي دوله المترو. مفيش اي دوله في فرنسا ليها اسم في محطات المترو الا محطه الارجنتين. فكان المحقق ديشام شويه لما قال في فرنسيين في الارجنتين. ما انا بقول لك، بيبقى في انقسام اصلا، بيبقى في خناقات كمان على السوشيال ميديا ما بين المؤيدين والمعارضين لفكره تغيير اسم المحطه في الوقت ده. طيب حلو قوي. في بقى جزء ثاني، ده اللي عايز اتناوله معاك، انه بعيدا عن الجو الاحتفالي يا جماعه، تم تصدير الصوره في وجود باتيستوتا طبعا في الاستوديو التحليلي في القناه الناقله للمباريات، عن فكره انه كاس العالم ده هينقل الارجنتين كمشاعر، حتى يعني الناس اللي عندها مشاكل كبيره جدا 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 في الارجنتين، وعندهم تضخم وعندهم ديون وعندهم مشاكل كتير في البلد، كاس العالم ده يعوضهم ولو قليلا. فالحقيقه كنت بتناقش مع خيري قبل الحلقه انه ايه الحكايه في الارجنتين، يعني ايه المشكله وايه الاشكاليه الكبيره اللي موجوده اللي تخلي انه ده حاجه مؤثره الى هذه الدرجه. ايه اللي بيحصل في الارجنتين؟ حاله من الركود الاقتصادي والتضخم واصله الى ما يقرب من 100%، لدرجه ان جامعه سيري في بريطانيا عملت ورقه بحثيه عن طريق خبير اقتصادي اسمه ماركو ميلو، قال ان بطل العالم في كره القدم في النسخه دي هيتمتع بنسبه تصل الى 25% نقطه مئويه من النمو الاقتصادي في الربعين التاليين للبطوله. التضخم ده، وشرح الموضوع بتفاصيل، قال ان 40% من السكان في الارجنتين عندهم يعني تحت خط الفقر، 45 مليون نسمه منهم 40% تحت خط الفقر. كويس. فالقوه الشرائيه هتزيد مع فوز الارجنتين، غير طبعا المكافئات الخاصه بالبطوله اللي هي مكافاه المركز الاول. فكره ان الارجنتين بتبقى يعني على الساحه، يعني ثواني، يعني هم لما خدوا كاس العالم ده هيؤثر بشكل او باخر في معدل دخل الفرد في الارجنتين؟ لا، مش معدل دخل الفرد، معدل الاقتصادي بشكل عام، يعني معدل الاقتصاد الارجنتين بشكل عام في الوقت الحالي هم بيعانوا، هيحسن من معدل دخل الارجنتين، هيحسن بنسبه 25%. هي طبعا نسبه ضئيله، لكن في النهايه نسبه يعني محتاجينها على الاقل، يعني عارف ان هو تسند الزير زي ما بيقولوا، لدرجه ان هو اتكلم كمان في الورقه البحثيه دي وقال لك ان الارجنتين هتبقى هي الاكثر استفاده، ده الكلام ده كان قبل المباراه النهائي، من فرنسا، يعني فرنسا ما عندهاش معاناه قد الارجنتين، هي عندها ازمات برضه. منطقي. بلس حاجه تانية، ان فرنسا كسبت 2018، ففرنسا مش هتبقى مفاجاه لما تاخد المونديال، بعكس الارجنتين لما تاخد البطوله الموضوع هيختلف تماما. انا عايز بس مع الجزء ده اخد حاجه معينه في قصه ميسي تحديدا، يعني خلينا برضه ان القصه كلها عن ميسي. فاكر مباراه الارجنتين والسعوديه وميسي وينه كسرنا عينه طبعا، الوطن العربي كله اتكلم عنه. طيب لما لاعب يتهاجم او لما لاعب ينتقد من جماهير، مش من المسؤولين، مين اللي ممكن يرد عنه يا محمد؟ زمايله، المدرب، زمايله، المدربين، الجماهير، يعني اتحاد الكوره، اتحاد الكوره في بلده. طيب تخيل لما اتحاد القاره ينتفض، اتحاد الكونميبول امريكا اللاتينيه ينتفض علشان خاطر يرد على المنتقدين لميسي، يعني فين ميسي؟ طب تعالى بقى نوريكم فين ميسي وعمل ايه ميسي، تعالى نشوف الفيديو يلا بينا، عمل ايه اتحاد امريكا اللاتينيه عشان خاطر ميسي، اتحاد امريكا الجنوبيه من اجل ميسي ماذا حدث، ونكمل الكلام مع خيري، يلا بينا. Where's Messi? Where's Messi? Messi bueno. Where's Messi? ¿Dónde está Messi? Where's Messi? ¿De verdad querés saber dónde está Messi? Déjame que te explico. ¿Ves? Acá está Messi. También acá. Aunque sabes que te entiendo. Si ni siquiera los que lo tienen al lado saben dónde está realmente. Pero también está acá. En la ilusión de todo un pueblo. En un mundo
en realidad. Argentina no me gustó, ¿no? Está acá, 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 en las lágrimas de un hincha. ¡Vamos, Argentina, de mi corazón, vamos! En un profesional que no puede evitar ser hincha. En la sonrisa de los grandes. A ver si lo vas a ver, la Cuba lo va a traer. En los cantos de los chicos. En la piel de algunos. En el alma de otros. ¿Entendiste bien dónde está? Está en todos nosotros. ¿Y sabes qué? A partir de este día, Messi está acá. Acá está Messi para toda la eternidad. اتحاد قارة. وده اللي بيخلينا نقول انه الوضع الطبيعي هما ما بيحبوش بعض، هما مش عرب، هما مش أفارقة. برازيل والأرجنتين ديربي، لكن يتوحد الكل من أجل ميسي. هنا دي حالة مختلفة، هنا استثناء، وده جمال الموضوع. يعني أنا مش قادر أتخيل يا محمد إن اتحاد قارة يردك، وبعدين دي ما كانش مثلا تصريحات من مسؤولين. يعني مثلا مش رئيس الاتحاد السعودي طلع انتقد ميسي أو المدير الفني، لا ده جمهور عادي. في النهاية أنت لو مناوشات جماهيرية، لو استاف أفريقيا، يعني لو حد هاجم تخيل الكافي دفع عن محمد صلاح أو عن صلاح، فالكافي يرد. تخيل. وبرضو الفكره في انها انتقادات جماهيريه عاديه جدا، دي مناوشات ماتش كسبوا فطبيعي يقولوا كده. لا ازاي مستنين، بص عارف اللي هو قلبهم اسود قوي، مستنين لحد ما كاس العالم يخلص عشان ينزلوا بيه وترجموه بالانجليزي، علشان اللي هو لو احنا مش فاهمين طب ايه نترجم لكم بالانجليزي، واحنا نترجمه عربي، واحنا نترجمه عربي ونعرفه للناس. بس هو الفكره ان هو ايه، عشان لو حد مش فاهم اسمه طب تعالوا نترجم لكم كمان بالانجليزي علشان توصل القصه دي. على ذكر برضو البرازيل، اتحاد البرازيل دعا ميسي ان هو يضع بصمته في متحف ملعب المراكانا الشهير، ولو عمل ده هيكون اول لاعب ارجنتيني يحط بصمته في ملعب مراكانا اللي كله اساطير برازيليه، وفي طبعا لعيبه منافسين من دول تانية، لكن ما فيش حد من الارجنتين دعي من قبل، حتى مارادونا نفسه. طيب. فدي قصه وملحمه حب. طيب. ميسي، لكن في المقابل خلي بالك في نظريه مؤامره. احنا جايين لكل اللي انت عايزه. طيب يلا، احنا عندنا موضوع البشت الخليجي. اه بس ده بعد الفاصل، ده محتاجين له فاصل عشان خير عنده شويه كلام حلو على موضوع البشت، ففاصل ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم. خليكم معانا في سوبر ليج. موضوع البشت عمل قلق كبير جدا على مستوى العالم، واحنا فاهمين ان في خلفيات ليها علاقه بقطر، واصل هم نظموا، واصلوا في الشتاء، وقطر تولت الدفاع عن نفسها باعظم تنظيم شفناه. انفانتينو طلع وايد الموضوع، الجماهير اللي احنا بنشوفها النهارده في حلقتنا اتكلمت عن قطر وحاجات كتير جدا جدا، فالموضوع ده مقفول. لكن البشت ده فكره مين واتعمل ازاي وايه حكايته، نعرف من خيري قصه ايه. مبدئيا طبعا كم من الانتقادات زي ما انت ذكرت، وكم من الهجوم مش طبيعي على فكره ان هو ازاي يلبس البشت، وان هو افسد اللحظه وافسد اللقطه وزبل التكلم وجاري لينكر، جاري لينكر اللي طالع لنا في كل حاجه ده فاهم، بيطلع لازم ينتقد ويغضب، والوسائل الاعلام كل الكلام ده حطه على جنب. انجلترا بشكل خاص يعني بالظبط. الفكره كلها الناس كلها راحت لموضوع، هو الموضوع كان عشوائي ولا كان مخطط ليه؟ ماشي. عشوائي، الناس كلها مستبعد فكره العشوائيه على اعتبار ان ما ينفعش ميسي يعمل حاجه هو مجبر عليها والى اخره، لدرجه ان الناس راحت كمان ان هو مخطط ليه من قبل، وان هو حصل على مقابل مادي، وتبدو الروايه شويه منطقيه على اعتبار ان هو بيلعب في باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي موجود، سفير قطر في المونديال، يعني هو كانوا اختاروا له ان هو سفير قطر، فكل الحاجات دي تبدو منطقيه. لكن انا قعدت يعني امحص كده في الموضوع لحد ما وصلت القصه مشيت ازاي. انا معايا شويه صور، تعالى مع بعض نقرا المشهد ونعرف القصة دي كانت مدبرة ولا لا. دي أول لقطة، ميسي طالع علشان يستلم الميدالية، انفانتينو ميل عليه حوالي 10 ثواني قعد يودوده يقول له على حاجة معينة مش مفهوم إيه هي، بعد كده خلاص هو اتكلم معاه وخلص، يبدو إن ميسي وافق، فراح حضن أمير دولة قطر طبعا الأمير تميم، فيبدو إن هو موافق، فالتاني انبسط، يعني كان في حالة من الانبساط في الموضوع. نبص على الصورة اللي بعدها، هنا وقف مستني البش، يعني هو خلاص فهم إن في حاجة هتتعمل، فمستني عشان البشت يجي، فالمساعد طبعا يعني موجود راح عشان يجيب البشت، هو واقف هو مستني اللقطه، باين جدا من بادي لانجوج بتاعه او من عينيه حتى وهو باصص اللي هو تمام اوكي انا موافق يلا. بص على الصوره اللي بعدها، بص على هناك خالص جنب دراعك كده، هو ماسك البشت ورايح علشان يسلمه الامير دوله قطر علشان يتم تسليمه، علشان يتم ارتدائه. بص على الصوره اللي بعدها،
انفانتينو بيقول له قد ايه ان ده حاجه عظيمه وقد ايه ان البشت ده حاجه جميله، فقعد بيشرح له الموضوع وهو بيلبس البشت. سقف طبعا بعد ما ارتداه، وحتى واضح من ميسي ان هو ما كانش عارف يلبس يعني، او مش فاهم هو ده بيتلبس ازاي. منطقي منطقي. ما حطش دراعه يعني، ففهموه ان هو بيتلبس بطريقه معينه، بيدخل دراعه والقصص دي كلها. فرحته طبعا بان هو هيستلم بقى الكاس، وان هو بادي لانجوش بتاعه يقول ان هو مش متضايق. فبالقراءه المشهد ده يتقال ان المشهد كان مخطط ليه من جانب قطر، لكن ميسي لم يكن يعلم. بمعنى انه الراجل طلع، فامير دوله قطر متفق مع انفانتينو، بعد اذنك احنا عايزين نعمل لقطه معينه، فشوف رايه ايه، بحيث ما يتمش طبعا احراج يعني رئيس الدوله على منصه التتويج والقصص دي كلها. لو هو رفض، فلو هو رفض خلاص يبقى ايه، يا دار ما دخلك شره، محدش عارف هو كان انفانتينو بيقول له ايه. فالراجل وافق، فامير دوله قطر فرح، فوقف واستنى لحد ما يجي البشت، خلاص بقى ما تم الاتفاق على الموضوع. وانفانتينو شرح له ان ده يعني حاجه تقليديه بتتعمل في الثقافه العربيه. البشت ده على فكره بيتلبس ل انا بقى مش هقول لك هو مصنع من ايه والقصص دي كلها، بس باختصار شديد جدا بيتلبس للعريس يعني في الافراح الخليجيه او العربيه. في نقطه كمان انه اذا كان البشت ده معمول علشان كاس العالم، فمنطقي هنا يبقى فيه بشتين، واحد اتعمل عشان ميسي، واحد اتعمل عشان هوجو لوريس. ما هو انت لو عايز تعمل لقطه يعني، لو كان هوجو لوريس خد كاس العالم مثلا ما كانوش هيلبسوه حاجه؟ لا كان هيلبسوه، بس هو واحد، هو واحد بس، ما هو واحد للكابتن، في فرق اطوال وعرض وارتفاع يعني. انا ما فاهم قصدك، بس هو في النهايه يعني هو برضو في يعني هذا بشت مش من اجل ميسي، هذا بشت من اجل بطل المونديال. دي لقطه كانت هتتعمل مع بطل المونديال. عارف شبه ايه يا محمودي؟ شبه المكسيك 1970 لما بيليه لبس القبعه المكسيكيه، وشبه كمان لو في اثينا لو تفتكر ده الصوره بتاعت بيليه، وشبه كمان دوره الالعاب الاولمبيه. ده بيحصل على فكره عادي في اثينا، دوره الالعاب الاولمبيه اي حد كان بياخد الميداليه كان بيلبس التاج ده، فده تاج ليه علاقه بالثقافه اليونانيه. فهو الموضوع كله مش اكتر من ثقافه عربيه بتتحط اللقطه بس، ولا بقى تم دفع مقابل مادي ولا كان مخطط ولا، فهو كان مخطط ليه من جانب قطر بس منتظرين موافقه ميسي، فحصلت في نفس اللحظه وتمت. ده قراءتي ليها، ممكن الكلام ده برضو يعني مش صحيح، اقرب انها تكون منطقيه يعني. طيب ارجنتين وفرنسا وميسي ومبابي لكن ما ننساش المغرب، لانه المغرب دلوقتي بعد الانجاز وبعد الفرحه ورابع العالم وكل هذه التفاصيل، احنا هنا فرحنا وشجعنا وحللنا وعملنا كل حاجه ممكنه، وجبنا دلوقتي ان احنا نقول وماذا بعد الجاي، ايه للمغرب؟ هتحافظ على الكلام ده ازاي؟ الرجراجي قال كاس الامم الجاي هدف عند كل المجموعه، المغرب رايحه الى اي اتجاه علشان تحافظ مبدئيا وتطور كمان في اللي جاي؟ اتفضل يا فندم. ما فعلته المغرب انجاز طبعا واعجاز، وهنفضل نتكلم عنه من هنا لبكره. والاهم من ده ان هو يعني حط كل مسؤولين الكوره في افريقيا والوطن العربي قدام المرايات. صحيح. اللي هو يعني عادي سهله بتحصل بس تخطط، بس تحط خطه. مبدئيا المكاسب اللي اتحققت من وصول المغرب للمركز الرابع في المونديال 25 مليون دولار دي كلها هيتم ضخها من اجل تطوير الناشئين ومن اجل وضع خطه في السنوات القادمه. ده خبر دي معلومه. 25 مليون دولار المغرب حطه لو مكسب البطوله، مكسب البطوله هيتحط في يعني تطوير من اجل الناشئين ومن اجل القاعده. القاعده اللي هي وضع قاعده طبعا للناشئين والنشئ والقصص دي كلها. الصوره اللي انت قدامك دي وزاره السياحه والصناعه في المغرب عامله نسبه الاشاره منذ بدايه كاس العالم لكلمه المغرب في كل العالم. بص الخريطه الحراريه بقى، الخريطه الحراريه للعالم كله بتتكلم عن المغرب، وده عمره ما حصل قبل كده. كان اخر حاجه ممكن ده الخريطه الحراريه للعالم، الخريطه الحراريه للعالم يعني كل الاحمر ده أوكي. والاخضر الكلام او الكلام اللي اتكتب على المواقع وعلى السوشيال ميديا لتداول كلمه المغرب بسبب اللي فعلته المغرب في كاس العالم. ده حاجه عظيمه لدرجه ده. ان السياحه في المغرب متوقع انها تزيد عن الحد الطبيعي بتاعها 3 اضعاف مع نهايه العام بسبب ما حققته المغرب مع نهايه العام أوكي. السنه اللي جايه وفقا طبعا لدراسه من العام اللي هو السنه دي ولا اللي جاي؟ لا السنه دي أوكي. وفقا طبعا للدراسه اللي اتعملت من وزاره السياحه والصناعه التقليديه في المغرب. طيب اكاديميه محمد السادس لك ان تتخيل ان الفيفا بتشيد بيها، لك ان تتخيل ان المانيا رومينيجيا
بيتكلم عن التجربه المغربيه وقالت لك انه او قال انه لازم نستلهم التجربه المغربيه من اجل تطوير المنتخب الالماني. ده اليومين دول؟ التصريح ده بعد خروج التصريح ده بعد خروج المنتخب الالماني من المونديال قطر. وطبعا استمرار المنتخب المغرب لحد الدور نصف النهائي، لان دلوقتي الاتحاد الالماني بيعمل لجنه عارف زي لجنه تطوير بقى، لجنه انقاذ الموقف علشان يطوروا الالماني بعد يستفيدوا من المغرب، يستفيدوا من التجربه المغربيه. تخيل انت، عظمه يا مغرب والله. تم تدشين جلاله الاكاديميه، دي معلومات بعد الاكاديميه ده في 2008 كان هدفها طبعا او بتكلفه 140 مليون درهم، 60 طالب بعمرهم 18 اوكي. كانت اهمها او اهم الهدف ليها ان هو اللعيبه المزدوجه الجنسيه يتم استقطابهم بحيث يكونوا موجودين ومنتمين للمغرب. طبعا شيدت بخمس مباني للسكن والتعليم والعلاج ومرافق اخرى. التطوير الموضوع كمان ما كانش على الجانب الفني، لا كان كمان على الجانب الاخلاقي وجانب ربط اللاعبين دول بالثقافه وبالاصول المغربيه. منهم بقى لعيبه كتير طبعا، طلعت يوسف النصيري، نايف اكرد، عز الدين اناحي، كل دول من ابرز خريجي الاكاديميه. ورومانيجا الجزئيه اللي انا بقولها لك ايه، رومانيجا قال علينا ان نلعب الكره بتواضع وعلينا ان نعيد قلوبنا وروحنا اليها، انظروا الى المغاربه، سيكون من المهم ان يعمل اللاعبون والجهاز الفني في هذا الاتجاه ويستلهم التجربه. بس نرجع اللي قبلها، السلايد اللي كان قبلها يا جماعه عن رومانيجا. نرجع كمان واحده هي دي الى استلامه التجربه المغربيه لاستحقاق كره المنتخب. ده على الروح المغربيه بشكل عام يعني. وعن التجربه أوكي. تحديدا فكره ان هو بيستلهم القوه اللي حصلت مع المنتخب المغربي. طيب جاهز يا فندم؟ جاهز لايه؟ جاهز يا فندم؟ انا جاهز. مش التشكيل المثالي بس هنعرضه، مش احسن خمس لعيبه بس، لكن الاول بما انه خير الراجل بتاع صور وبتاع لقطات، فاحنا النهارده عندنا اول لعبه معاه عن 10 لقطات او 10 صور في كاس العالم كانوا 10 صور مختلفين عن البقيه، اهم 10 صور في كاس العالم 2022. اهم مش اجمل يعني، للتوضيح ايه لحظات او لقطات فارقه كل ما نشوف الصور دي هنفتكر. يلا بينا نبدا باول صوره. رقم 10 ولا رقم 10؟ لا من الاخر للاول. رقم 10 اتفضل يا فندم. 10 منتخب الالماني مشهور. أوكي. الصوره تكون معانا. حاضر. دول 10 صور شفتهم الاهم، لما هتشوفهم هتفتكر مونديال 2022، هتفتكر ان المنتخب او اللقطات دي مره من هنا بالظبط. دي اول لقطه طبعا. ماشي. دي بص قضيه خسرانه، يعني انا مسمي الصوره دي قضيه خسرانه. حلو. عملوا صوره تخيل خسروا تعاطف العالم كله في تاريخ المانيا، حتى اللي كانوا بيشجعوا منتخب المانيا، لدرجه ان الالمان نفسهم كانوا مستائين، لدرجه ان هم بعد كده اعترفوا وقالوا احنا حسبناها غلط. اوكي. عملوا الصوره دي وبعديها ربنا كرمهم، يعني حصل اللي حصل طبعا وخرجوا من الدور الاول. فدي اول لقطه كانت مهمه جدا للمنتخب الالماني وكانت فارقه في مسيرته. يلا بص على الصوره اللي بعدها. ميسي وينه؟ كسرنا عينه برده. ما احنا ما نقدرش ننسى ان السعوديه كسبت الارجنتين، الهدف الرائع طبعا ده الهدف الثاني كان صلاح الشيري. ودي لقطه بتاعت علي البليهي لما مسك ميسي وشده اللي هو انت بتستهزئ بينا او مستهين بينا، فدي برضو هنفضل فاكرينها دايما في الذاكره. فوز المنتخب السعودي على الارجنتين حتى لو ما كملش تاريخي بدون نقاش. صحيح. 8 طبعا بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر. ملي و8 من 10. ملي و8 من 10. بقول لك العنوان. الصوره دي صعدت بمنتخب اليابان، اخرجت منتخب المانيا، خلت العالم كله يتكلم على انه ازاي بالدقه والتكنولوجيا الحديثه ممكن دي تفرق. صحيح. فلقطه مش هتتنسي. كان يعني فرق عظيم بصراحه. صحيح مش هتتنسي اللقطه دي. اللي بعدها. 6 احلى جونين في البطوله. طبعا احلى جونين في البطوله. فينيست ابو بكر طبعا وجون البرازيل الشارلسون، والاثنين كانوا تقريبا في نفس المجموعه وفي نفس الحارس تقريبا، حارس صربيا. صحيح. حلوه يا فايز. شوف اللي بعدها. يلا. طبعا وداع الاساطير. رونالدو، بوكا، وسواريز. بس اللقطه اللي فوق دي الاهم. نيمار لما كان بيعيط جيري المشجع الكرواتي ده لدرجه ان حد كان بيدفعوه فهو مش فاهم فجابه، اللي هو عايز بس يواسيه مش اكتر، هو بيحب نيمار فعايز يواسيه. فنيمار في عز حزنه يعني ما فوتش ابدا لحظه ان هو يكون متعاطف مع الطفل الكرواتي اللي يعني بيتضامن معاه. فكانت لقطات مش طبعا جميله لان فيها حزن كبير، لكن لقطات انسانيه فارقه. بيقولوا ان ده ابن بيرسيتش، ما اعرفش اذا كان ده حقيقي ولا متاكد من المعلومه فمش ماشي. عارف. يلا اللي بعدها. اللي بعدها. بعدها خمسه ولا احنا بقينا في رقم خمسه؟ خمسه طبعا. فرحه الابطال بقى، بص دي اهم ثلاث لقطات مجنونه في الاحتفالات. قبلة والدة حكيمي، الرقصة بتاعت والدة بوفال في الملعب، وطبعا رفع الركراكي على الأعناق وهو يستحق طبعا بكل حال. كنت عايز أحط كمان معاها رقصة البطريق بتاعت حكيمي بس كانت هتبقى كبيرة شوية، فاكتفيت بدول. والدته أحلى كمان. صحيح. يلا أربعة.
الهدف الفارق في تاريخ العرب، الهدف اللي تأهلنا به إلى النصف النهائي لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا، مع كمان ارتقاء يوسف النصيري اللي اقترب بشكل كبير جدا من ارتقاء كريستيانو رونالدو، بتتكلم في 2 متر 87 سنتي براسه معدي ايد دييجو كوشتا، يعني الراجل ناطط وبايده وده معدي بالجامب وجاب الجون، فطبعا ده جون مش هيتنسي في تاريخ المغرب ولقطه مش هتتنسي بدون نقاش. ثلاثة اهو المونديال، لقطه طبعًا. المونديال دي لو كانت دخلت خلاص كل سنه وانت طيب، لكن صحيح. طبعا ايميليانو مارتينيز يعني تحس فاهم كان بيدافع عن حياته مش عن كوره، وفي اللي حطوا له صوره شبهها بدل الكوره دي كاس العالم، حطوا كاس العالم كانت ظريفه جدا. صحيح. اوكي شوف اللي بعدها 2 مبابي طبعا الجون اللي عمل في كل حاجه، وبص لقطه هو اكتر واحد عمل مجهود في المباراه صحيح، لكن تعب واكتر واحد كان حزين في نفس الوقت، وجون طبعا جون مش طبيعي، جون خرافي اللي هو تعادل بيه امام المنتخب واحد معروفه للجميع. انا بقى اللقطه دي تحديدا عجباني جدا قبل حتى ما يرفع الكاس صح، عارف يا محمودي دي شبه اللي قابل حبيبته في الفيرست لوك، عارف انت لما تتجوز كده ويعمل لك فوتو سيشن في الفيرست لوك اللي هي تقوم شايله الطرحه فتبوس راسها والكلام ده كله، شبهها جدا. هو ما استناش اصلا لما ياخد الكاس، هو كان طالع هنا عشان يستلم جائزه احسن لاعب فعدى على الكاس فلا وانا هسيبك فلازم يديله مش قادر يصبر. فدي كانت صحيح. احلى لقطه مع طبعا او الجرافيك او الصور اللي كانت ورا الخلفيه، فكان الموضوع شكله عظيم. نسيان انه لقطه احتفال ميسي هي اللقطه اللي نالت اكبر قدر من الاعجاب في تاريخ انستجرام بالكامل، اكتر صوره معديه دلوقتي لحد دلوقتي 6 مليون وكل 6 مليون في 6 مليون لايك 6 مليون لايف على انستجرام طبعا بالزبط. بالنسبه لصوره احتفال ليو ميسي. افضل 5 لعيبه كانوا في كاس العالم لعبناها على مدار المسابقه او على مدار البطوله، لكن ختاما لازم نلعبها للمره الاخيره. انت مصمم عليها محمود خيري طبعا، امال ايه احسن 5 لعيبه جم مش جم احسن لعيب 5 لعيبه لعبوا في كاس العالم في قطر 2022. طيب. ميسي رقم 1 عشان بس ايه من متأكد؟ ما اكيد متاكد. طب ناخد من 5 اوعى طب ناخد من 5 يلا ماشي. اول او رقم 5 بالنسبه لي هو طبعا اسطوره المنتخب الكرواتي، الراجل اللي عمل لوكا. كل حاجه في عز ما الناس كلها قالت خلاص كبر واوا الى اخره، لكن يبقى هو الايقونه اللي بتتحرك حواليها طبعًا. منظومه المنتخب الكرواتي، فهو بالنسبه لي رقم 5 في افضل 5 لاعبين في المونديال. بعد كده عارف لو ما حطيتش برابط يا خيري المره دي. طيب رقم 4 انطوان جريزمان، الراجل برضو اللي اكتشف نفسه واعاد اكتشاف نفسه في مركز صانع الالعاب والمحطه اللي كانت موجوده في نص الملعب، كان عامل المونديال بصراحه اكتر من رائع، بعيدا ان هو ما كانش ظاهر قوي في المباراه، ما كانش عايز بنزيما يكون موجود، دي قصه تانية بقى انت اتكلمت عنها، لكن انا بتكلم على المستوى اخيرا انت بس ظالمني هنا أخيراً. في حاجه انت بس هنا ظالمني في حاجه ان انا لما طلعت معاك في المره اللي فاتت كان بعد اول مباراه وكان جامد جدا، هو كان كويس بس لسه ما كانش يكمل بهذا الشكل، فكان الموضوع ماشي كان لازم من اول مباراه ماشي. مباراه رقم 3 رقم 3 ثالث افضل طبعا. طب رقم 2 المفاجاه بقى الله الله ما انت ما تنساش برضو ان انا عندي عرق كده يعني مدريدي والراجل ده ياما تعبنا، وبعدين انا وجهه نظري لا يعني هو ياخد مركز يعني مبابي رقم 1 انا حر يا جدع، عارف يحصل فيك ايه؟ انا حر عارف يحصل فيك ايه بعد الحلقه؟ طب يا جماعه عندكم طلعه في الكومنتس فيعني في روقوا على كيليان مبابي. لا كيليان مبابي اللي قدمه في المونديال انا مش مختلف لا بس ميسي في كل الادوار موجود، مبابي في النهايه 10 دقائق من الدقيقه 80 عمل في المونديال شيء عظيم. بتكلم يعني بس المباراه النهائيه مش حد يعمل كده في المباراه النهائيه 10 دقايق في اخر 10 دقايق ماشي، مش بتكلم 80 دقيقه ملغي. انت عايز احسن 5 لاعبين في المباراه النهائيه ولا احسن 5 لاعبين في المونديال بشكل عام؟ مبابي بالنسبه لي افضل. مبابي بالنسبه لي من حيث من حيث كل ايه عمله مبابي ما عملوش ميسي؟ اهداف اكتر، صناعه، هتقول لي صناعه اقل هقول لك ماشي، لكن في نفس الوقت هو كان قائد في ناحيه الهجوم. ايه عملوا مبابي ما عملوش ميسي؟ ما عملوش ميسي، ميسي كان بيسجل من ضربات جزاء من وجهه نظري. قال لها؟ بس ممكن الموضوع عاطفي. المكسيك ده ايه؟ ممكن يبقى الموضوع عاطفي. That's what he came for. انا مش لجنه رسميه يا محمودي. طيب. انا بالنسبه لي مبابي في المونديال كان افضل من ميسي. رايك طيب، اخيرا نختم بالتشكيل وكان الله في عونك يا حبيبي. ربنا يعينك. تشكيل المثالي لكاس العالم ال 11 لعيب او احسن 11 كانوا موجودين، صحف كتير اختارت، الفيفا نزل اظن؟ لا لسه ما نزلش. ليكيب، ماركا، هو سكور، دول صحافة بس. دول طيب. دول اختياراتك. دي اختياراتي. يلا بينا. ايميليانو مارتينيز طبعا كان يعني كنت محتار ما بينه وما بين ليفاكوفيتش، بس اللي عمله في المباراه النهائيه خلاه هو اللي يكون في المركز الاساسي. رقصته حلوه يا اخي برضو. لا مارتينيز بس برضو ليفاكوفيتش عمل شغل عالي جدا في المونديال ده الحقيقه مع كرواتيا. فارديول، رومان سايس، رومان سايس طبعا يعني لولا الاصابه الاخيره دي اللي تاثر بيها حتى المنتخب المغربي تاثر جدا في الدفاع في اخر مباراتين بسبب اصابه سايس واجرد، مع فارديول ايضا بحبه بعيدا جداً عن الترقيصه بس احطه اوتامندي
انا هحط اوتاماندي. اوتاماندي ماشي، بس انا بالنسبه لي شايف ان رومان سايس كان افضل من اوتاماندي. حكيمي مرابط، حكيمي طبعا ناحيه اليمين، فيو هرنانديز ناحيه الشمال، دول اعتقد ما فيش خلاف عليهم هما الاثنين كظاهرين. ثلاثي او رباعي بقى خط الوسط، سفيان مرابط، انزو فرنانديز، لوكا مودريتش وجريزمان، واثنين مهاجمين كيليان امبابي وليونيل ميسي، وطبعا احط جنب كل دول المدير الفني وليد الرجراجي. وليد الرجراجي طبعا افضل مدير فني في البطوله بلا نقاش. صحيح بلا نقاش، اتفق معاك في ده جدا. نورتنا يا فندم حبيبي، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا لك يا حبيبي. شكرا جزيلا حبيبي. وايه طب انا قلقت على فكره، بس انا مصمم على امبابي. طب يلا الله يعينك. الله يعينك يا اخي. احمد خيري صديقي العزيز كان ضيفي النهارده في حلقه سوبر ليج. استنونا كالعاده ثلاث وجمعه التاسعة مساء على شاشه اون تايم سبورتس 2، لكم من كل فريق العمل في استوديوهاتنا في القاهره كل التحيه، والى اللقاء.